بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عندما في بعض البلاد بعض الشيوخ همهم أو شغلهم الشاغل التحذير من السلفية وعلماء السلفية بالإسكندرية، ويتبعهم على ذلك جميع الإخوة حتى أصبحوا يحذروا العوام منا، ماذا نفعل؟ أحسنوا أنتم وعاملوا الناس بالخلق الحسن، وأظهروا يعني اجتهادكم في طلب العلم وبيان حقيقة ما عليه يعني الأهل العلم والدعوة في الإسكندرية، وإنكار البهتان الذي يقال عنهم، ومع حسن الخلق والاجتهاد في العلم، وأن يكون الإنسان منشغلا بما ينفعه. نقول قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ليس المقصود مجرد ان هم بيذموا يبقى احنا نمدح، وتبقى القضية ان الناس تقعد تتخانق على الذم ولا على المدح. يمكن ان لا تذكر اسم الدعوة السلفية بالإسكندرية اصلا، ولا اي شيخ من مشايخها، ولكن المنهج والقضايا المميزة لهذا المنهج التي منهج الذي هو منهج اهل السنة والجماعة، وقضايا معلومة محددة في مسائل التوحيد والإيمان وفي مسائل الاتباع ومسائل السلوك، مسائل معلومة ملخصها موجود في المنة. شيل الجلدة بتاعت المنة وقول للناس الواجب ان الناس تعلمه. ليست القضية اشخاص هيتم الصراع عليهم. والاخ يقول ممكن نعمل في صمت؟ يريد تعمل في صمت لو امكنك فعلا ان تعمل في صمت وان توصل الحق الى الناس. دي قضايا لابد منها في محاولة ل يعني الموضوع مش موضوع مهاجمة شيوخ عشان هم حاجة شخصية، في محاولة ل لي عنق الصحوة الإسلامية نحو العلمانية، بجعل هذه الصحوة تابعة للنظم العلمانية القائمة، بإهمال وتحجيم قضايا الفارقة بين الإسلام والعلمانية، أو بالقول الباطل فيها. أعني على سبيل التحديد مسائل الحكم ما أنزل الله التي ليست هي في قضية القوانين الوضعية فقط، قضية مرجعية الشريعة، مرجعية الكتاب، أن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والآخرون لا يريدون أن يحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. دي قضية خطيرة. قبول هذه النوعية من الناس من المنافقين أيما كان موقعهم، أيما كان ما يعني منزلتهم أو مسؤوليتهم، من يأبى أن يكون الكتاب هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، من يأبى أن يكون الحكم لله كما أن الأمر لله كما أن الخلق لله، ويحارب ذلك بكل قوته ليخرج أجيالا لا دخل لها بتحكيم كتاب الله عز وجل. كما ذكرت ليست في قضية القوانين، قوانين العقوبات والحدود ده جزء من الأمر، من أظهر الأمور مخالفة، لكن دي قضية فيما يتعلق تحكيم الكتاب في أمور الاعتقاد، يعني فيما يعني يعتقد في أسماء الله وصفاته مثلا، فيما يعتقد في القضاء والقدر، فيما يعتقد في مسائل الإيمان والكفر، فيما يعتقد في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فيما يعتقد في دعاء غير الله عز وجل والقبور ومظاهر الشرك. هذه ده لابد أن يكون الكتاب هو الحكم فيما يتعلق بمسائل المجتمع ككل، وضع المرأة،
الحرب والسلم، النظام الاقتصادي، هل نرجع إلى الدين؟ هل نرجع إلى الوحي؟ أم نرجع إلى الغرب؟ فمن يروجون للمنهج العلماني عن علم عن جهل، يجعلون التبعية لهؤلاء الذين يحملون المنهج العلماني بزعم السمع والطاعة أحيانا، بزعم عدم الخروج أحيانا، ده أمور يعني عجيبة الشكل في هذه هذا الزعم، السمع والطاعة لأئمة المسلمين الذين يأخذون الناس بكتاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. لماذا تلغون هذا القيد وهو نص ثابت صحيح؟ لماذا تهملونه في خطابكم للناس؟ وما بيلغوش، بيشيلوه من الحديث، بس بيعملوا زي اليهود اللي حط ايده على الآية، على آية الرجم، ما يقولهوش للناس ان الواجب السمع والطاعة لمن يقود الناس بكتاب الله. ولم يفرض الله عز وجل علينا ان نسمع ونطيع لمن ينحي كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حذرنا من طاعة الكفار والمنافقين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. طب هنعمل ايه في المشاكل؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. هنعمل ايه في ان احنا مش هنسمع كلام الكفر والمنافقين ونتبع الوحي؟ لابد ان يؤذونا ولابد ان يخالفونا. نقول: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لذلك قضية تبعية الصحوة الإسلامية لمن يدينون بالمناهج العلمانية سوف يفقدها حقيقتها وهويتها، وإلا فالمؤسسات الدينية الرسمية التي هي لها رصيد تاريخي عبر التاريخ، هذا الرصيد في الحقيقة ما تكون إلا من خلال مواقف مناصرة لقضايا الأمة. لما تخلت هذه المؤسسات عن مناصرة قضايا الأمة فقدت منزلتها وفقدت يعني هويتها لدى الناس، ولم يعد هناك ثقة فيها. فهذا سوف يقع أيضا للدعاء الذين أخذوا في الحقيقة الثقة عندما ناصروا قضايا الأمة. هذا أمر يجعله الله في القلوب، لا تظن أنك أيها الداعي تكتسبه بنفسك، أن هذا يجعل أنت تستطيع أن تأخذ القلوب إليك أو أن تجعل فيها الثقة أو أن الناس تقبل عليك. هذا الأمر يتكون عبر يعني أسباب الله عز وجل الذي يجعل هذا الأمر في القلوب. فنقول أن هذا الأمر مآل إلى أن تتحول الصحوة ككل لمن يقبل قضايا العلمانية، ليس عند السلفية فقط. الموضوع ده قبول العلمانية داخل الصحوة الإسلامية ليس فقط عند السلفية، ده فعلا السلفية اللي عمالة اللي بيتكلموا دايما على ولاة الأمور، كأن المشكلة عند الأمة النهاردة انها بيسمعوش كويس لولاة الأمور، كأن مرض الأمة الحقيقي الأمة يعني أوذيت، احتلت بلادها، اغتصبت أراضيها، قدس ضاعت والمسجد الأقصى محتل، علشان الناس ما بيسمعوش كلام الحكام والملوك والرؤساء كويس. عايزين يجعلوا القضية كده، ده كلام عجيب الشكل. هذا معلوم ان الأمة انما وصلت الى هذا الحال لبعدها عن دين الله عز وجل، لعدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فكون تبقى هي القضية دي كما ذكرت، الا السلفية والاخوان والتبليغ، موضوع قبول المنهج العلماني بيتغرس في كل هذه الاتجاهات. في اتجاهات من الاصل هي ما بتدورش، زي مثلا التبليغ. التبليغ لهم دور معين ومحدود، والدور ده بيأدوا بنجاح بالتأكيد، لكن الجماعة منذ نشأت إلى يومنا هذا ومستمرة على ذلك لا تتبنى أي قضية من قضايا الأمة، ملهاش دعوة. عمر ما واحد بتوع التبليغ يتكلموا في الايه؟ في أي قضية من القضايا، لا يتكلموا في الحكم ممنوع، ولا في الولاء والبراء، ولا في اليهود والنصارى، ولا في القدس، ولا في أفغانستان، ولا في أي حاجة ما لهم دخل بالموضوع. الحقيقة أن ده ترسيخ لمبادئ العلمانية، وهي الانفصال. احنا مش بنتكلم هنا يا اخواننا نقول الشيخ حاسب بيهاجم التبليغ، الشيخ حاسب بيهاجم الاخوان، الشيخ حاسب بيهاجم، لا انا مش الموضوع مش هجوم يا اخواننا، الموضوع ده دين
لابد ان احنا نعرف ايه دين ربنا سبحانه وتعالى. مش قضية انا بنحب الاخوة دي كلهم، كل جميع الاتجاهات الاسلامية العاملة احنا بنحب فيهم هذا الخير، لكن بنتكلم على ان لابد من علاج القصور والنقص والانحراف الذي لا يصلح في اي اتجاه، سواء اخوان تبليغ الاخوان. ان المراحل الاخيرة بينهم بتاع اكتر من 30 سنة في قبول ايضا دخول المنهج العلماني. الالمانية بتضغط بقوة على رموز الاخوان، اللي للأسف اصبح كثير منهم قد تصدر دون ان يكون عنده علم، تصدر من خلال العمل السياسي، من خلال العمل الاعلامي والدعائي، ولم يحصلوا على نصيب من العلم، فادى ذلك الى ان يقبلوا ضلالات منكرة، ضلالات منكرة من يعني فيما يتعلق ب يعني لما يتقال مثلا ان هل تقبلون اذا جاءت صناديق الاقتراع بالغاء المادة الثانية من الدستور وان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، تقبلوا ذلك؟ بيمتحنوهم بان انتوا الديمقراطية عندكم هتوصل لغاية فين؟ قالوا اذا صناديق الاقتراع جاءت بكده احنا هنقبل. ده كلام كفر والعياذ بالله. اللي بيقول انا مستعد اتنازل عن الشر عشان الاغلبية وافقت عليه، ده انا اقول لو العالم كله ما بقاش فيه غير راجل واحد يعني يدين بشرع الله سوف اكون انا هذا الرجل. ده الواجب على كل مسلم ان يعتقد في نفسه ذلك. لو ان اكثر اهل الارض ضلوا اقول انا اتبع ذلك وارضى بذلك واقبل؟ هذا كلام لا يقبله عاقل. لولا الجهل لا كان هناك موقف اخر، والتأويل والتقال مزعومة، والله أعلم هل هذه أعذار مقبولة عند الله أم لا. احنا بنتكلم احنا ممكن نعذر بعض الناس بالجهل وهو يكون مش معذور عند ربنا. احنا بنقول لا نكفر المعين، كتير جدا بنقولها، مش معناها انه مفيش تكفير خالص، لانه ممكن يكون هو كافر عند ربنا. وفي بعض انواع ما بقاش فيها جهل، يعني الجهل مش حاصل مش موجود ولا التأويل المعتبر موجود، لكن احنا بنتكلم ان احنا اللي بنقول ايوه في احتمال عذر بالجهل، وممكن يكون عند ربنا مش مقبول. احنا ما نحكمش بان هو فعلا كافر ويكون عند ربنا كافر والعياذ بالله. وده كتير والعياذ بالله، ان اصلا يكون الناس قامت عليها الحجة عند الله واحنا ما نعرفش، فاحنا هنمتنع من التكفير، هنقول لا لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهو يكون عند ربنا واحد يقول لك ده ممكن، ده كلام مكره. طب لو هو بينه وبين ربنا مش مكره هيبقى ايه؟ هيبقى خرج من المله على اذا اتى بالكفر. لذلك بنقول القضيه لا، الاخوه لازم تستوعب احنا مش قضيتنا اخواننا الدفاع عن شيوخ اسكندريه ضد اللي بيهاجموا شيوخ اسكندريه، او الانتقاد للجماعات الثانيه ضد السلفيه، لا مش كده خالص الموضوع. الموضوع لابد ان نحافظ على هوية الصحوة الإسلامية التي هي الانتماء إلى الإسلام وليس إلى أي منهج منحرف، وليس إلى قبول الدعاء على أبواب جهنم. العلمانية المعاصرة دي زي البدع القديمة بل أشد، دي من نفس نوعية بدع الجهمية الغلاة، من نفس نوعية بدع الاتحادية والحلولية، دول اللي هدموا الدين. وللعلم القضايا بتاعة الاتحادية والحلولية والجهمية هي مرتبطة ارتباط وثيق بقضايا التي تثيرها العلمانية، تنحية الشريعة عن منزلة التحكيم. هم التانيين دول بيجعلوا الحكم في القضايا المنهجية لإيه؟ للكتاب والسنة؟ هو نفس القضية. يعني الجهمية دول ايه العقل عندهم هو ليه؟ الذي يرجع إليه. الاتحادية والحلولية دول الفلسفة هي التي يرجع إليها. عندهم قضية وحدة الأديان زي ما عند العلمانية، ودي القضية الثانية تحديدا، قضية الولاء والبراء. مش قضية الولاء والبراء برضو زي ما حاول بعض يعني يحصرها يضيقها جامد جدا، يديها سطر سطرين من اهتماماته، أصل القضية دي بتجيب مشاكل. فإحنا لو ما جبناهاش خالص يبقى أحسن، وندرس التوحيد بكتب ما فيهاش الموضوع عشان نستريح من الموضوع، موضوع تقيل على قلب الناس والعياذ بالله. انهي ناس؟ ناس الزنادقة والمنافقين ومن يواليهم. يلاقي ليل ونهار انواع الكفر، كفر تقال في مساواة الملل وفي عدم تكفير من كذب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وفي يعني تصحيح ملل من يعبد غير الله من اليهود والنصارى خصوصا،
وغيرهم عموما، لان ده الدين اللي الامريكا مرتضياه والغرب مرتضيه. الدين اللي امريكا مرتضياه والغرب مرتضيه هو مساواة الملل. ده دين بيقول ان كل واحد يعبد اللي عايز يعبده، زي قوم شعيب كده عندهم حرية. بيقولوا ايه؟ أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في امرنا ما شاء؟ ما تصلي يا سيدي، انت حر، بس احنا احرار، احنا كمان نعبد ما يعبد آباؤنا. فده الدين اللي مرضي عندهم والعياذ بالله، وده ما يرضيش اهل الاسلام، لان اللي يرضى بيه يبقى كفر بالقرآن العظيم. فالقضية دي وفروعها بقى، وفروعها اعني التبعية، الموالاة بالنصرة. ولذلك دي قضية هم عندهم، لو انت هتقول اللي هتقوله بس ساعة المواقف الحساسة تكون حليف للغرب، تبقى ساعة ما يهوز منك حاجة تسمع الكلام، يبقى بلدك دي واقتصادك وقوتك العسكرية تسمع الكلام. عايزين قواعد، افتحوا قواعد. عايزين جنود ييجوا ينزلوا البلد، فضلوا الجنود موجودين. عايزين نضرب بلد تانية من خلال ارضنا، كل اللي انتوا عايزينه. الاقتصاد كله، كل ثروات المسلمين في ايديكم، كل ثروات المسلمين في ايديكم، اللي انتوا عايزينه احنا هنعمله. الطاعة والمتابعة. ولذلك القضية دي مش مرتبطة بنظام واحد، بدولة واحدة، ده 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 عامة الدول بتطبق اللي الغرب عايزه بما فيها إبادة شعوبها. يعني مستعدين يبيدوا شعوبهم. واللي حصل في إقليم سوات ده هينساه التاريخ الإسلامي في باكستان، إن يحصل حرب إبادة لجزء من الشعب الباكستاني علشان أراد القائمين على هذه البقعة إقامة الشرع الله سبحانه وتعالى، لغاية ما يحصل تهجير ما حصلش في تاريخ باكستان من يوم ما انشئت. نفس حركة التهجير اللي حصلت عندما فصلت الهند عن باكستان، إبادة. الراجل المراسل دخل عاصمة إقليم سوات بيقولوا القطط والكلاب ماتت، مفيش أكل، مفيش، عبارة رافعين العلم الباكستاني على إيه؟ على خراب، على أرض لا يوجد مبنى موجود في البلد. الناس كلها خلاص، ملايين هجرت. دي حاجة بسيطة اللي حصل في العراق ده، مش لن ينسى. الشيعة اللي والوا الأمريكان، طبعا الأمريكان دول بيدورهم على مين الطوائف اللي تسمع الكلام. والرافضة من مش خطر الرافضة فقط في يعني عقائدهم الفاسدة، ده طبعا الجزء الأكبر، عقائدهم الفاسدة وعداوتهم الشديدة للسنة، اللي مستعدين من أجلها يبيعوا كل شيء، يوالوا أعداء الله سبحانه وتعالى. فدي قضية خطيرة يا عباد الله، قضية كبيرة جدا. لذلك اللي حصل في العراق ده إبادة جماعية وتطهير عرقي زي ما بيسموه بكل المعنى. جنوب العراق ده أصبح ما خلى من أهل السنة في الحقيقة، بالتطهير العرقي ده، بأنه جالوا جابوا له ناس من إيران شيعة وسكنوا بقى وبيعرفوش عربي وبقوا عراقيين لان في تحالفات معروفه تمن ان 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 ان, إن العراق تسلم وان امريكا تحتلها، ان تطلق يد الرافضه في العراق ويباد اهل السنه، مش مشكله. ولذلك اضعف طائفه النهارده موجوده مين؟ اهل السنه، من هم الاغلبيه. يقول لك لا ده الشيعه اغلبيه، كذب، الشيعه مش اغلبيه وانتم الاغلبيه. طبعا ده غير صحيح. الاكراد هم هو اكتر، الاكراد العلمانيين، لان في اكراد عندهم انتماء اسلامي لا مالهمش حاجه، الاكراد العلمانيين. الشيعه طبعا نمره واحد، وهذا يراد ان هو للعلم، ان هو الغزو الشيعي لكل البلاد العربيه ده بيتم بدون يعني تخطيطات عالميه واتفاق تربطات عالميه، ده غرض مقصود. النهارده صحيح ان 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 كثير من الدول مرعوبه كانظمه من الشيعه، لكن مش قادره تتخذ منها موقف قوي زي ما بتتخذوا من الجماعات الإسلامية. ليه؟ لأن ده أصلا مخططات مقصودة، تدمير المجتمعات وقسمها، محاولات الشيعة دخول مصر والسعودية ودول الخليج هي موجودة بالتجمدة، توجد وبغزو حقيقي خطير لابد أن يحذر، ومن خلال التصوف كباب خلفي. خدوا بالكم ان احنا مش بنقول الكلام ده علشان احنا متفقين مع الحكومة فيه، صحيح احنا في أجزاء بنتفق مع الحكومة فيها،
ولكن احنا ما ناخدش الموقف ده بناء على اتفاق مع الحكومه، عشان احنا ما ندورش الحته اللي توافق الحكومه ناخدها والحته اللي ما توافقهاش ما ناخدهاش. لا، احنا موقف، احنا قضيه مرجعيه الوحي، هي دي القضيه الاساسيه، عشان كده بنتكلم. وقضيه الولاء لهذا الدين والانتماء لهذا الدين، دي ده كتير جدا من الدعاه مش فاهمين هم بيوصلوا العمل الاسلامي لفين، والقضيه اصبحت كانها قضيه شخصيه، واحنا ليس بيننا وبين احد من الدعاه قضيه شخصيه، وليست القضيه ان احنا عايزين نفرض زعامتنا على الصحوه الاسلاميه وان على منهج السلف، اللهم نعوذ بالله من ذلك، لكن قضيه ان في منهج لازم الناس يعني هذه المسائل من الدين، من اصل الدين، تكررت مرات عديدة في القرآن العظيم، بينت بأنواع البيان لمن تكون الطاعة، لمن تكون التبعية، الاتباع، لمن تكون المرجعية، لمن يكون الحكم، ما هو الدين الحق. دي قضايا لابد أن تطرح، ما ينفعش تاخد سطر من كتاب انك تقول الموضوع ده علشان بيزعل ناخد له حجم صغير، فضلا انه يقول كلام باطل زي كتير جدا كما ذكرت بيقبلوا هذه المعطيات، يقول لك يتغير، يغير جلده ويغير مبادئه وعقيدته زي ما يغير هدومه. واحد يطلع امبارح يقول عليهم كفره وبعدين يضغط يقول لا 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 النصارى دول مش كفار ولا حاجه، ده انا مين يقدر يكفرهم؟ بيننا وبينهم كل حب وود. القران ينفي الايمان عمن واد الذين كفروا، وده يقول لك بيننا بنص يخالف نص القران. لذلك بنقول القضية إذا استطعت فعلا أن تعمل في صمت فأعمل في صمت، ولكن أظنك لن تستطيع إلا لكن القضايا هي اللي تتقال. انسى بقى الشيخ فلان والشيخ فلان، الموضوع ده ليس ذا أهمية بالمرة، دي حاجات ما لهاش اعتبار. أنت هتقول الحق وقول أي واحد تاني قاله، جيب اللي قالوه من أهل العلم السابقين، لا عبرة بأشخاص. احنا يعني الأشخاص كلهم إلى زوال وإلى موت، وإحنا وهم حنموت، وكل ده يعني إحنا الخلق الجديد مش كده؟ فين اللي قبلينا؟ ذهب الله بهم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فإحنا هنبقى كمان شوية ممن إيه؟ ذهب الله بهم وهيأتي خلق إيه؟ جديد، والحساب عند الله سبحانه وتعالى. ف الخطر العظيم أن يكون الإنسان قد انحرف عن دين الله سبحانه وتعالى.